أعزائنا المشاهدين مشاهدي قناة الحقيقة الفضائية فيما كنتم فيما توشوا، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة عدد جديد يجمعنا بكم دائما في إطار برنامجكم برنامج استعراض حالة شفاء من المملكة المغربية، برنامجكم ولا تيأسوا. خلال حلقة اليوم إن شاء الله احنا كنتواجدوا أعزائنا المشاهدين في مدينة المحمدية، جينا عند السيدة خديجة من مدينة المحمدية، أكيد أن السيدة قاسمي خديجة اللي غتحدث لنا نيابة على الحالة ديال الأخت ديالها السيدة فاطمة اللي عانات من عديد المشاكل، يعني الأبرز ديالها لمس السحر، آلام الرأس، يعني الآلام الشديد على مستوى الرأس، هذا الآلام يعني اللي كان كيخليها تقاسي وتعاني بشكل كبير، كيف ما تحدثت لي يعني في الكواليس السيدة خديجة وروات لي يعني الحالة ديال الأخت ديالها، قالت لي بلي السيدة فاطمة كانت مريضة بشكل كبير، خصوصا يعني كانت كتجي هذيك الشقيقة في الرأس كتخليها يعني معذبة بواحد الشكل اللي هو كبير وكبير للغاية. الحمد لله السيدة فاطمة تشافات بنسبة 100%، الحمد لله، يعني أكيد أن ظروف يعني معينة هي اللي خلتها أنها ما تحضرش جلسة التصوير، وغتنوب عليها السيدة خديجة الأخت ديالها باش تروي لنا وتروي لكم أنتم أعزائنا المشاهدين كيف كانت رحلة المعاناة ديال الأخت ديالها، كيفاش يعني تعرفت على مجموعة مراكز الهاشمية للأعشاب الطبيعية، وكيفاش ولله الحمد تأتى لها الشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وبفضل جرعات المكملات الغذائية اللي كتنتجها مجموعة مراكز الهاشمية للأعشاب الطبيعية. سيدة خديجة السلام عليكم. السلام عليكم، معكم تاني قاسمة خديجة، جيت نوب على أختي فاطمة قاسمي، كانت كتعاني بالمرض السحر والمس والقولون العصبي والراس، الراس راه دار ليها الحالة اللي لا إله إلا محمد رسول الله، كانت كتعاني بالراس كتقول صافي اليوم هو الخا ديالي، ودابا الحمد لله استعملت الجرعة وحدة عند الدكتور الهاشمي ولات صحة جيدة الحمد لله 100%، ماشي غير 50% ولا 100% الحمد لله، وتشافت والله كنطلب الله سبحانه وتعالى يجازي دكتور الهاشمي، وكنشكر الله سبحانه وتعالى هو الأول والثاني دكتور الهاشمي، والحمد لله راسي تشافت الحمد لله في كل شيء، راه بدات كتحسن في كل شيء، واني الراس 100% 100% تشافات من جهه الراس، كانت كتقول للراس راسي غيتفرقع، كتقول لك بحال الا فيه الشوك الشوك صافي الشوك، ودابا الحمد لله ما كانتش كتخرج في الشمس لا في البرد، طل غير في البانكو ترجع تطيح، قالك صافي راسي غيتفرقع فيه الشوك صافي غنموت، ودابا الحمد لله ولات كتخرج في الشمس ولات كتخرج في البرد تعاوم تخرج، والحمد لله والشكر لله كان في الله سبحانه وتعالى، ثم دكتور الهاشمي والله يجازيه بالخير الحمد لله، شي 4 سنين وهي كت تعاني بهذا المرض ديال الراس 4 سنين، وهي حاله زعما حادثه حاد، والحمد لله دابا راه الحمد لله حتى هي من داكشي ديال التعويض، حيت باين النهار اللي دخلات من الزنقه دخلات قلت لي صافي راسي غير صافي تشوك عليا راه صافي غنتسطى، ودخلات صافي في واحد الحاله ديال، ودابا الحمد لله حمدنا الله وشكرناه، هي دابا في الصحه جيده الحمد لله من جهه الراس ومن جهه المعده والمصران وكل شيء بدات كتحسن، واني الراس 100% الحمد لله راه والله الا غنقول لك الحمد لله. شنو حاولتوا انكم ديروا ملي كانت مريضه؟ ورا دوزات عن طبيب، راه داكشي راه باينه ولدي ماشي ديال الطبيب، نعم، حيت كت مره كتقول شويه لاباس، نعم، بحال اليوم لا ضليت صافي تقول لك اليوم صافي غن باين، نعم. داكشي ماشي ديال الطبيب، نعم ماشي ديال الطبيب، ما دوزاتش في الحقيقه عن طبيب على الراس، دوزات على الدات ديالها كلشي، ويني باين داكشي ماشي ديال الطبيب، ديال التعويض وديال الشيطان على الله عليه، الشيطان ماشي راه حنا كنقولوا الشيطان هو راه الشيطان هو بنادم اللي كيمشي يدير بحال هاد الامور، راه الشيطان علاش ناس كيديروا بحالك؟ علاش كنقول والله ولدي لا غير من حسبنا غير في الارض ديال الله سبحانه وتعالى، ما دينا لهم حتى حاجه، حنا مازال داومنا وكرفسونا وكلوني الى رزقنا وداروا اللي بغاو، ويني تير عند الله كون واحد راه هذا، حيت هادو راه ماشي من العائله ديالنا،
راه براني يعني مع العائله ديالنا كلها، ما كاين شي واحد اللي كيأذي الاخر، والعائله ديالنا كلها نقياس صافيه، ما فيها حتى شي حاجه اللي دير لها وكلها. الحمد لله راه كلنا شدينا الطريق ديال الدين الحمد لله. هاد البرانيين اللي داروا لي هاد الشيء، اللي داروا هاد الشيء ودعيناهم الله سبحانه وتعالى. يعني واش يعني شي حاجه ديال الدنيا اللي هي فانيه كتكون سبب ان الانسان ايوا راه هاد الشيء اللي كاينه ولدي. حنا دابا راه داك الشيء كنشوف، راه حنا الدنيا راه فاينه فينا، هي مشات. احنا اليوم في الدنيا غدا الله اعلم، حنا ما نقدروا ناديو حتى النمله. وين هادو قتلونا زعما، ماشي غنقول لك شي حاجه خفيفه، بداو بيا وملي ما وجاو له اختي حتى هي. وين دابا الحمد لله شي ملي لقينا هاد الباب محلول يديروا تعياو، حنا دخلنا لهاد الباب الحمد لله لقينا فيه الراحه، واخا يديروا تعياو حنا كنستعملوا القناه الحقيقه والكاسيطه ديال هادشي من ليل ونهار، ما كنحيدوهاش في الدار. والعشوب ديالو الحمد لله، ومازال غنزيدو ان شاء الله قدام الى سهل الله. وهذا الشيء اللي غنقول، والله يجعل سيدي ربي يجازيكم بالخير، والله يكثر من مثال هادشي، والله يرحم ليه الوالدين. هادشي فينا الحمد لله، اللي شك في هادشي ما يشكش فيه، هادشي راه صحيح 100%. اللي كيقول هادشي راه ماشي صحيح غيمشي يجرب شي بلايص اخرين غيخسر فيهم منين بدون نتيجه. وانا الحمد لله ماشي شي حاجه كثيره الحمد لله، الصحه ديال بنادم ما عندهاش ثمن، والحمد لله درنا هاد الجرعات، غير الجرعه وحده الواحد والله الا حسينا بالتحسن كلنا الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. كيفاش كانت هي معاد دابا؟ شنو كانت؟ راه هي معاد دابا، شنو نقول لك اولي، راه ما ولات ملي كان كيدرها الراس وداكشي كله كضعف حتى ولات صافي. كنقولوا هذه ماكله ما عندهاش الماكله والراس، وديك الراس صافي كنشوف فيها كنقولوا هذه كتقول صافي راسي غيتفرقع غيخرج فيا الدم، الشوك هذا كيضربني في راسي. ودابا الحمد لله شي شهر ونص ملي دارت لها الجرعه ولات بخير وعلى خير، كتخرج وتدور في الشماش وتدور في البرد الحمد لله، وبدات كتحسن في كل شيء الحمد لله. الراس 100% ماشي غير 50% ولا 60%، 100% الراس والله الا بخير الحمد لله. الحمد لله. انتم كعائله كيفاش حاولتوا انكم توقفوا مع فاطمه؟ وقفنا مع بعضياتنا ولدي، راه حنا عندنا الحمد لله، راه كل ما عندنا غير خصنا نديرو مع بعضياتنا الحمد لله، حتى يقول الله يدير الله اش بغى. الحمد لله وقفنا مع بعضياتنا، وقفت معايا وقفت معاها، وكاينه وحده اخرى في بلاد الشلوح سافرت هي وراجلها حتى هي الله يجازيها بالخير، كنسلم عليها في المنبر. حتى هي راجلها الله يعمرها، دار عائلتي كلهم والله يجازيهم بخير، ما نسى حتى واحد لا صغير لا كبير، حتى واحد ما تخلى علينا تليفون ولا ماديا ولا معنويا الحمد لله. الى جاوا عندكم هاد الناس اللي داروا لكم هادشي يطلبوا منكم سماحه تسمحوا لي؟ ما تسمح مجيت ولدي ما تسمحش لهم لا في الدنيا ولا الاخره. نعم وزعيتهم الله سبحانه وتعالى، راه عذبوني واحد العذبان، راه خصني تقدر تسمح روحي، ما نقدرش نسمح لهم في هادشي اللي داروا ليا. نعم عذبوني مشيت بين الحياه والموت، وما غنسمحش لهم اولدي. نكذب عليك نقول حاجه اللي ما غنديرهاش ما نقولهاش، ما غنسمح لهم لا في الدنيا ولا الاخره. وتعيتهم الله سبحانه وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل. شنو الرساله اللي تقولي للناس اللي كيديروا بحال هاد الامور؟ نقول لهم ما ديروش هاد الفعل ديال الشيطان، راه الدنيا فاينه فاينه، حنا غدا اليوم في الدنيا غدا في الاخره. نعم ما ديروش شي حاجه اللي تعذبوا فيها في القبور ديالنا، غدا غنموتو غنخليو كل شيء. نعم حتى واحد ما غيدي معاه الا فعايلو عمايل. نعم ما يديرش بنادم اللي عندي غيتصنت ليا يكون بنادم انسان نيت معقول، ما يديرش بحال هاد الامور ديال التشعويذ وهاد الشيء ديال الشيطان. هو هادوك اللي كيديروا شنو نقول لك، كون كيسمعوا كاع ما يديروا هاد الشيء، حيت راه ماشي ناس صغار ولا دائما كيمشيو يصليو في الجوامع يكذبوا على عباد الله، ينصبوا في عباد الله، ياكل لهم رزقهم يدير لهم حاجات اللي ماشي يعرف. اما الناس مزيانين اللي كيتصنتوا ليا فين ما في المغرب في البلاد ديالنا كله، ما يديروش هادشي ديال عمل ديال الشيطان. اللي دار ليا شي حاجه كاع
نخلي الله سبحانه وتعالى. وزايدون هاد الناس الله ما درنا لهم حتى حاجه، حنا مازال داروا لينا وصبرنا. نعم. وزادوا كملوها بالتعويذ. والحمد لله اللي مريض بهاد التصويره ديالي، اللي مريض يتوجه لقناه الحقيقه. نعم. راه فيها الشفاء 100%. ما يقول لها قالت لي هذه ولا قال لي هذا، انتي الا جيتي تسمع الكلام ديال الناس ما عمرك غتشد شي طريق اللي غيوريو لك شي طريق اللي ماشي هي هذيك. نعم. هذيك غيقول اما هذه اللي مزيانه وفيها الشفاء وفيها الفايده، يقول لك لا 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 هذيك. وحمد الله وحمدنا الله وشكرنا من جهه خصي، دابا كنهضر لك على خصي، الحمد لله والشكر لله. وكحتى هي راه قالت لي نوفي عليا، قالت لك لها شي ما والله يجازيه بخير، الله يكثر من مثاله، الله يرحم ليه الوالدين، هادشي اللي غنقولوا ليه. وانتم حتى انتم الله يجازيكم بخير، تعذبتوا جيتوا للمحمديه، واخا ما بيناتناش بزاف حنا المحمديه ودار البيضه بحال بحال، واني الله يجازيكم بخير حتى واحد ما الله يجازي خلص الله يجازيكم بالخير. الحمد لله هي تشافات، ما جينا نهضروا حتى الحمد لله، ما حنا ما غنهضروش على شي حاجه ديال الكذوب ولا شي حاجه، اللي بغى يتشافى واللي يدير النيه ديالو يقصد هذا المكان، راه الحمد لله راه حنا لقينا فيه الراحه، الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والله يجازيكم بخير، والله يعاونكم على هاد الاعمال ديال الخير، والحمد لله والله الدكتور الهاشمي الله يجازيه بخير، الله يرحم ليه الوالدين، راه هو نفعنا نفع بزاف الناس ماشي غير حنا، الناس كله عطاو الشهاده ديالو، بين ما هو كيدير هادشي زوين، وحنا عجربنا ماشي زعما غير جينا، وراه من راجل ختي كان ما كاينولش فوق ناموسيه ولا كنديرو يدو راه كانوا رجلي حتى هما صافي، راه الناس بنادم راه صافي يموت، ملي داك الجرعات في الليل الراجل بخير وناض وكيتحرك بوحدو كيخرج بوحدو يدخل بوحدو، مابقاش لي كون معاه مازال. ودابا الحمد لله هو دابا قدامكم، راه حتى دابا الحمد لله كان داك الاحلام كرفسو، كاين اللي كيجي شي واحد يضربني، حتى النهار اللي جبنا الجرعه الاولى هزو فوق الناموسيه لاحو تحت الناموسيه، ما بغاوش لي داك الشيء ديال. ودابا الحمد لله، الحمد لله على خسي، على هضرت على راسي، الحمد لله بخير وعلى خير خسي حتى هي الحمد لله. كنشكركم وكنشكر الدكتور الهاشم والله يجازيه بخير، والله يرحم لكم الوالدين والله يجازيه بخير، والله يجعل سيدي ربي يعاونو على هاد الخدمه اللي كيدير مع الناس، والحمد لله. نقولها تمشي للطبيب، كان الطبيب ماشي ديال هذاك الشيء، كتقول معذبه مسكينه، كتقول لي لا ما نمشيش من الله ما خليني هنا، وراه كتبقى تقطع قدامي ما جات شيء، كتقول لك لا سير ريح بحال هذاك. كنشوف تنعيا كنعاود نغوت على هذه، قول لها تعالي شوفي اختك مالها، سيدي تعالي شوفي مالها، اش دارها مالها، هذه الله يعمرها دار، الله يخلف عليها، الله يطول عمرها، اللي ما عمها اللي فيها هي ولا فيا انا هذه، هاد السيده ونطلبوا فاطمه الله يجعل ربي يشافها ويعاونها، نطلبوا ربي تعالى الله يعفو عليها من المرض، والله يعفو علينا الجميع، لا هي ولا المؤمنين ولا مكف اجمعين، يا ربي تشافينا وتشافيها، يا ربي تعافينا وتعافينا، راه هي ميته على هاد الدواء ديالكم. كون تصيب هي ما تحيلوش من كنت قبل ما تجي قبل ما يكون هذا الشيء، كتقول لها كون عاش عندنا هنا، كون دارونا هنا في المحمديه، ولكن في كون شي مركز هنا مزيان، ولكن قلت لها فينا راه دايره اللي في شارع العبد المؤمن فين كاين، قلت لها قالت لي ما عندي ما ندير من اللي بعيد عليا، وان شاء الله نطلبوا ربي تعالى الله يعاونها، الله يشافينا ويشافيكم ويشافيها، ويطلبوا ربي تعالى الله يعاونها، الله يشعر ربي يخلصها، الله يرحم والدينا ووالديكم ووالدين كف اجمعين، يا ربي تعفو علينا من هذا المرض يا سيدي ربي. هذا الشيء اللي غنقول لك ولدي، راه خصي الحمد لله وتشافات، الحمد لله والشكر لله. راه تشافات على الراس قلت لك 100%، وداك الشيء الاخر حتى هو تحسن 50% ولا 60%، الحمد لله، راه كلنا الحمد لله حسينا بالتحسن، الحمد لله والشكر لله.
هادشي اللي كنقول لك اولدي. السلام عليكم، الله يجازيكم بخير، وكنسلم معنا هادشي الله يجازيه بخير، الله يرحم الوالدين. اعزائنا المشاهدين، اكيد انه يعني دائما في ظل هذا الجو العائلي ولله الحمد تآزر التكافل ما بين العائله ديال السيده فاطمه، السيده خديجه، والسي سليمان ايضا الحمد لله. يعني اكيد انهم كلهم ولله الحمد كيستعملوا جرعات المكملات الغذائيه، كلهم تحسنوا عليها ولله الحمد. الحاله ديال السيده فاطمه كيف ما جاء على اللسان ديال الأخت ديالها الحمد لله، هي لحظة بصحة جيدة من بعد ما استعملت جرعة المكملات الغذائية، فعديد المضاعفات اللي كانت عندها، خصوصا يعني آلم الرأس، الآلم المفرط يعني على مستوى الرأس، أكيد أنها يعني تخلصت منه يعني بنسبة 100% الحمد لله على الشفاء ديالها. وأكيد في ختام حلقتنا النهار اليوم كنتمناو لجميع المشاهدين، جميع الناس، جميع المسلمين أينما كانوا، دوام الصحة والعافية، دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.